السلام عليكم. المذيعة المشهورة رضوى الشربيني ظهرت في الإعلام بعد 20 يوم حداد على والدتها اللي توفت أثر تعرضها أو إصابتها بفيروس كورونا. هي أصيبت رضوى الشربيني بفيروس كورونا، هي وأخوها ووالدتها، وهي تعافت هي وأخوها، ولكن والدتها انتقلت إلى رحمة الله طبعا نظرا للسن والجهاز المناعي. وهي كانت في فترة حداد على والدتها، وخصوصا طبعا ان توفت قبل عيد الام مباشرة في اول عيد ام عليها من غير والدتها، ولكن هي اعلنت قريب جدا ان هي هترجع تاني تبث البرنامج بتاعها. ففي اول ظهور لها من وفاة والدتها مطلع شهر مارس الحالي اعلنت الاعلامية رضوى الشربيني عن عودة العمل في برنامجها هي وبس الذي تقدمه على قناة CBC صفرة بعد فترة توقف طويلة بسبب إصابتها بفيروس كورونا ثم وفاة والدتها متأثرة بهذا الفيروس. وهي قالت التعليق بتاعها: احنا راجعين بحلقات جديدة من يوم الخميس اللي جاي بإذن الله. فيعني ربنا ييسر الأمور تمشي تمام، الناس تخلي بالها من فيروس كورونا والخطورة بتاعته وتتخذ الإجراءات الاحترازية منه، لأن ممكن الواحد يبقى صحته كويسة وهيعدي منه، ولكن ممكن يحمل الفيروس ويعدي والده والدته، حد كبير، حد مريض، حد صغير عنده أمراض مزمنة. فياريت الناس مش لازم تاخد بالها من نفسها وبس، تاخد بالها من نفسها وتاخد بالها من غيرها. شكرا.